السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع برنامج Open BIM Model Checker من شركة سوليبري، تقدر من هنا تشوف المشروع كله، وممكن تقدر تخفي بعض الحاجات. مثلا عايز تخفي البلانت، عايز تخفي الفلور زيرو مثلا وهكذا، عايز ايشيو، طيب عايز تشوف كلاش ديتكشن. طيب لو انا عندي هنا في كلاش ديتكشن عايز اضيف قاعدة معينة، فابدأ اقول له انا عايز اعمل كلاش ديكشن مع الاتشفاك مثلا مع الووتر مثلا، تمام؟ فيبدأ يفحص الاثنين دول مع بعض. تقدر تدي له بقى اسم عشان ما تتوهش بلامينج، تمام؟ فبيقول لك ايه الحاجات اللي هتدخل معايا كل واحدة فيهم، وتقول له اكسبت، تمام؟ هو يبدأ يدور لو لا حاجة تبدأ تظهر معي، وتقدر ان انت تعمل زوم على الحاجة اللي انت عايزها، او ان انت تعمل لهم كلهم اكسبورت على ملف اكسل، بحيث ان انت تقدر تنعيش المشاكل ديت. وهتلاقي عندك هنا الدوكومنتيشن، فتقدر اي حاجة فيهم تدوس عليها مرتين تبدأ تتفتح معاك بالشكل دوت. هو الميزة بتاعته ان انت تقدر تفتح اي ملف عندك، وتقدر ان انت تفحص الكلاشات اللي فيه بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وتقدر ان انت تخفي اي عنصر انت عايزه، او ان انت تظهر العنصر اللي انت عايزه بس.